معي من عدن غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء اليمني. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا ما حذرت منه الجامعة العربية سنتحدث عنه بالتفصيل. قبل ذلك آخر ما يحدث في اليمن، نتحدث منذ الأمس عن حرب شوارع، نتحدث عن دبابات حوثية تدخل هذه الحرب في صنعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما يحدث في صنعاء للأسف هو دمع لثورة شعبية، لانتفاضة شعبية خرجت لتقول لا للذل والهوان، خرجت لتقول نعم للجمهورية والوحدة. هذه الميليشيات الانقلابية للأسف الشديد صادرت الحرية وصادرت كل الحقوق. نعم. هي اليوم تعتقل كل القيادات المؤتمرية التي كانت بالأمس حليفة لهم، هي انقلبت على الاتفاق الذي كان بينهم، وهي اليوم تصادر هذه الحقوق مجرد انهم قالوا لا لهذه الذل، لا للمشروع الايراني داخل اليمن. لذلك ما يحدث في اليمن اليوم هي انتفاضه شعبيه مستمره، هناك تعزيز للجبهات العسكريه. ما يحدث في اليمن يدركه العالم جيدا، ان الميليشيات الحوثيين هي أداة من أدوات إيران في المنطقة التي تريد أن تزرع الفتنة وهي تريد أن تصنع حزب آخر في صنعاء. لذلك اليوم بات على المجتمع الدولي أن يدرك ذلك وأن يعلن ميليشيات أو جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وكذلك عليها وعلى المنظمات الدولية أن ترصد هذه الجرائم. الداخل كيف يتصدى لهذا الموضوع؟ يعني إذا ما تطرقنا لآخر تطورات معك سيد غمدان من الداخل، القيادة الجيش الوطني كانت أصدرت أوامر أمس بتحريك 7 ألوية من مأرب والتحرك إلى صنعاء. بأين وصلنا بكل هذا الحراك على الأرض؟ أكد لك أن هناك المعارك في أشدها، هي من يوم الأمس كذلك دعم إسناد قوات التحالف للطيران. المعارك في أشدها في الجبهات، هناك تنسيق بين معظم قبائل صوت صنعاء، هناك تنسيق لفتح جبهة جديدة من عمران. الميليشيات الحوثية اليوم منهمكة وأرادت أن تعبر عن هذا الانهماك في فرحة بمقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. هناك شعب يعارم على تصفية رموز المؤتمر الشعبي العام بطريقة مؤسفة جدا وأظهارها للعالم بحكم الانتصار. المعارك في أشدها، وهي أحد الهزائم التي تمنع بها ميليشيات الحوثي خلال الفترة المقبلة. قالت مصادر عسكرية أمس بأن ميليشيات الحوثي كانت دائما ما تتحضر وخططت منذ بدء عاصفة الحزم للتموضع بطريقة وتستخدم مع المدنيين لتستخدمهم كدروع بشرية. إلى أي درجة تركز هذه الميليشيات بهذين اليومين الأخيرين على موضوع المدنيين كدروع للأسف الشديد هذه هي السياسة التي استخدمتها من دمناج الإرهاب والتعذيب والتنكيل والهجم وكذلك الإجرام. لذلك نجد في معركة صنعاء في الأيام الماضية استخدمت المدنيين كدروع بشرية لمحاصرة قوات الحرس الجمهوري في صنعاء. هي اليوم كذلك تستخدم هذه التجمعات. نحصل مبنى الإذاعة والتلفزيون في أحد المباني المكتظة بالمدنيين، نحصل جميع المعسكرات منصة إطلاق الصواريخ في أحد بيوت المدنيين، وهذا الذي أعاق التحالف العربي خلال الفترة الماضية. الحوثيين يدمرون البيوت ويبسون ما بداخلها وينسبون تلك الإجرام لغيرهم. أين المنظمات الدولية اليوم؟ ما يحدث في صنعاء أكثر من 800 معتقل داخل سجون هذه الميليشيات. لم تصدر بيان إدانه إلى حد يوم إلى هذه اللحظة، لم يصدر بيان شجب وتنكيل من الأمم المتحدة ومنظماتها العامة. نعم. أنا أشكرك. يجب على المجتمع والأدعو من هنا من هذه القناة. نعم. المنظمات الدولية في صنعاء إلى مغادرة صنعاء والاتجاه نحو عدن ورفض كل هذه الانتهاكات التي قامت بها. أنا أشكرك جزيلا من عدن سيد غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء اليمني.